اليوم أشبه بالأمس، والماضي عيد نفسه ولكن بصورة جديدة ومختلفة، وكأن الماضي والحاضر وحتى المستقبل متصل ببعض. كل شيء متصل ببعض. يعني ايش تقصد؟ زماننا يشبه زمان الحسين عليه السلام؟ ومن اللي قال لا؟ لا تنظر للأمور بعين التكنولوجيا، انظر بعين البصيرة، الأحداث، الفتن، الانقلابات، السياسة. وحسين اليوم صاحب الزمان عليهم السلام. اي نعم، لكن اليوم غير موجود شخصيات مثل انصار الحسين عليه السلام. مثلا حبيب مستحيل اكون مثله. اكيد ما راح تكون مثله، لان انت ما تعرف شيء عنه. زين سولف لعن حبيب، لان احس المعلومات اللي عندك جديده. حبيب وما ادراك ما حبيب. في زمن الرسول صلى الله عليه واله كان حبيب شاب صغير، حتى انه بعض المحدثين عد من الصحابه. اسمه حبيب بن مظاهر او مظهر، وهو من بني اسد. نشأ على حب آل الرسول عليهم السلام، وانتقل مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى الكوفة، لأنه نفس الموالي لا تستطيع فراق المحبوب. هناك أمير المؤمنين سلام الله عليه علم علم المنايا والبلايا مثل ميثم التمار وكميل وغيرهم، حتى أن بعض الكتب تذكر أنه تنبأ ذات يوم لميثم بطريقة قتله، وميثم كذلك شارك مع أمير المؤمنين عليه السلام في معاركه. سبحان الله، وما استشهد؟ نعم، أحياناً تتمنى أشياء ولكن رب العالمين يقدر لك الأفضل. عاش حبيبه هو يتكامل من باب الأخلاق والعلم والثقافة، وصار من علماء أهل البيت عليهم السلام. يعني هو كان عالم؟ كان عالم وكان فقيه. زين حبيب كان في المدينة وخرج مع الإمام؟ لا، في وقتها كان يسكن حبيب بالكوفة، ولما سمع حبيب وأصحاب بموت معاوية أرسلوا إلى الإمام الحسين عليه السلام يطلبون منه القدوم، وهو كان كبير بني أسد في الكوفة. وبعد أن أرسل الإمام الحسين عليه السلام ابن عم مسلم بن عقيل سلام الله عليه إلى الكوفة كان رفيقا، ولما قبض على مسلم عليه السلام أخذته بن أسد وخبئته هو ومسلم بن عوسجة. لما كان الإمام الحسين عليه السلام في طريقه إلى الكوفة بعث رسالة إلى حبيب بيد أحد أتباعه، من أجمل الرسائل، فيها تفاصيل مهمة جدا عن حقيقة حبيب، من الحسين بن علي إلى الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر. أما بعد، يا حبيب فأنت تعلم قرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنت أعرف بنا من غيرك، وأنت ذو شيمة وغيرة، فلا تبخل علينا بنفسك، يجزيك جدي رسول الله يوم القيامة. ليش الإمام قدم الفقيه بالبداية؟ الإمام الباقر عليه السلام يقول: متفقه في الدين أشد على الشيطان من عبادة ألف عابد. وأنت فكر. وقال الإمام الحسين عليه السلام: أنت أعرف بنا من غيرك، والمعرفة الحقيقية هي الطاعة الحقيقية. وهذا ذكرنا بحديث: من أتى الحسين عارفا بحقه. يعني إذا زرت الإمام وأنا ما مطبق أي شيء، الزيارة غير مقبولة؟ تنقبل إن شاء الله، لكن تحصل على ذاك الأجر الأكبر، الرواية اشترطت عارفاً بحقه. يعني أنت مثلاً الإمام يأمرك بشيء وأنت ما تفعل، أو مثلاً جالس في حرم الإمام وتضحك على توافه الدنيا، عارفاً بحقه؟ كمل لي قصة حبيب. أخبر زوجته برسالة الإمام الحسين عليه السلام فقالت: بالله عليك يا حبيب لا تقصر عن نصرة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. أو صارت تشجع. وين نلقى الزوجات بهذا الوقت؟ موجود، اللي يبحث بطريق الصالحين يجد الصالحين. انطلق الحبيب الرجل الشيب ذو 75 عام إلى كربلاء، كربلاء العشق. هناك حيث احتضنه الإمام الحسين عليه السلام، هناك حيث قال السيدة الطف: أبلغوه سلامي. لما قتل حبيب وعلم الإمام بمقتله رق قلبه وقال: أحتسب عند الله حماة أصحابي. وقلت لك ما أقدر أكون مثل حبيب. لما تتخذ من حبيب منهج وتقتدي به وتحاول تبحث عن العلاقة اللي كانت بينه وبين أهل البيت عليهم السلام حتى تصير مثله، راح تكون مثل حبيب الإمام زمانك. أنت مو تريد تصير من 313؟ أستاذ علاء طفي الشموع وياك. لا، عندي قصة أخرى ويا حبيب آخر.